بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات ناني. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الكيكة جميلة جدا. أولا حجمها كبير، يعني حجم عائلي. ثانيا طعمها رائع جدا بسميدة وجوز الهند وطعم البرتقال، وكتجي معلكة بزاف ورائعة. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبه لهاد الكيكه ديال السميده بنكهه البرتقال، فغادي نحتاجوا ليها. عندنا هنايا 4 ديال البيضات، 4 ديال البيضات كبار، لو كانوا البيضات صغار او متوسطين عملوا 5. عندي هنايا سكر فانيلا معلقه صغيره، عندي معلقه كبيره ديال برش ديال البرتقال. عندي بالنسبه لهنايا عندي واحد الكاس كبير. بالنسبه للسكر اقولها دائما حسب الرغبه وحسب الذوق. انا عندي هنايا كوب او كاس كبير او لا كاس ونص ديال العنبه، واقولها ثاني عملوا القياس اللي يناسبكم. عندي زوج غرارف ديال الياغورت، هنا عندي طبيعي بدون نكهه بدون سكر، يعني ما يعادل واحد الكوب. هذا الغرف هذا كيدير واحد 110 غرام. ملعقه كبيره من مربى البرتقال، كاس كبير ديال جوز الهند او الكوك ما يعادل كاس ونص او كاس ونص العنبه او لا كوب، كاس لاروب ديال الطحين نصف كوب. وعندي هنايا 3 ديال الكيسان هادو ديال العنبه ديال السميده ما يعادل 2 كوب. وعندي هنايا كوب واحد ديال الزيت ما يعادل كاس ونص ديال العنبه اولا 240 مليلتر. عندي 2 كيس من الخميره الكيماويه او البيكنج باودر، 7 كل كيس فيه 7 غرام يعني 14 غرام. عموما المقادير ان شاء الله غادي نحاول قبل ما ننشر الوصفه ان نحطها لكم في صندوق الوصف بالمعادلات، لان بزاف الاخوات لما كنبدا كنستعرضها وكنعطي بالمقابلات كيقول لك تلفتينا، فلا اله الا الله. انا غادي نحاول ان شاء الله نحط لكم في صندوق الوصف. عندي هنايا كما قلت البيض، غادي نضيف عليه سكر فانيلا وقشور البرتقال، معلقه كبيره د قشور البرتقال. وعندي السكر، غادي نخفق هاد العناصر مزيان. كما كتلاحظوا الخليط ها هو تخفق مزيان وضعف حجمه مرات متعدده وكذلك بهاد لونه. دابا غادي نضيف هاد الكوب ديال الزيت، نضيف هاد الياغورت او الزبادي. يمكن لكم تعملوا حتى بنكهه الفانيلا او الا توفرت نكهه البرتقال عملوها. وعندنا معلقه ديال مربى البرتقال، معلقه كبيره عامره مزيان. وغادي نخفقوا هذا الشيء مزيان. خلطنا هنا الياغورت والزيت والمربى. في هذا الوقت هذا انا كنعمل الفرن كيسخن على حراره 170 درجه. غادي ناخذ هنايا عندي هذاك الكوك او جوز الهند، غادي نخلطو. صافي هنايا استعملوا غير هذا المضرب اليدوي فقط. نضيف النصف ديال مقدار السميده، خميرة الكيماوية أو البيكنج باودر، الطحين، كاس لاروب ديال العنبة، نخلط.
نضيف ما تبقى من السميد، اخواتي خديت هنايا واحد القالب كبير شويه، الابعاد ديالو تقريبا نقدر نقول لكم 40 على 28. عموما انا غادي نكتب لكم في صندوق الوصف منين نعبروا غادي نقول لكم. خدينا دهنته بالزيت ورشيته بواحد شويه ديال السميده، اولا يمكن لكم ترشوا حتى بالطحين ماشي مشكل. هنايا الخليط كتلاحظوا السميده كتشرب، يعني الا تعطلتوا عليها. غادي نفرغوا هنايا في هذا القالب هذا، وطبعا الحال الفرن انا قلت لكم كيمسخناه من قبل على حراره 170 درجه، غادي ندخلو طابنيت على نفس درجه الحراره. اخواتي الكيكه ديالنا ها هي طابت، خدات لي في الفرن تقريبا في حدود 30 الى 35 دقيقه مده الطهي، يعني كتكون في هذه الحدود، لان حتى نوعيه القوالب كتحكم. انا عملت هذا ديال الزاج كياخذ واحد شويه ديال الوقت قبل ما تبان لك انها بدات كطيب، لكن القوالب المعدنيه كطيب يعني الالومنيوم ولا الانوكس فكيطيب دغيا. قلت خدات تقريبا في حدود 30 ل 35 دقيقه، بعد ما كتلاحظوا انها طابت كتكوها بشي عويد هكذا كتجيكم ناشفه كتفتحوا عليها شويه من الفوق باش تحمر. هنايا عندي عصير 3 ديال البرتقالات، العصير بارد سخونه عاد خرجناها. غادي انا قطعتها هي الاولى هكذا شرطتها، قطعتها نيت مربعات عاد باش غادي نبدا نسقيها وغنخليها تبرد، نخليها تشرب هذا العصير هذا وتبرد تماما عاد باش نزينها حسب الرغبه. اخواتي هذا هو الشكل النهائي، غطيتها بعد ما تشربت عصير البرتقال، غطيتها بالبيستاش او الفستق مجروش، وهنايا شي وحدات عملت فوقهم جوز الهند. وكي قلت لكم يمكن لكم تعملوا فوقها اللوز ايفيلي، تعملوا كونكاسي، اي حاجه تعملوها او تكتفيوا فقط بجوز الهند.